الانتعاش بعد الاستحمام. لكن تجفيف شعرك قد يعكر مزاجك. من الأفضل أن أنتهي من هذه المهمة. عند امتلاك شعر بهذا الطول قد يستغرق تجفيفه ساعات. آه، يا له من يوم رائع. أوف، واو، برد. ماذا؟ يمكنني في الواقع استخدام هذا الكيس القديم. اتضح أن الأكياس ممتازة في تسريع تجفيف الشعر. ببساطة اربطي كيسا فوق رأسك هكذا واستخدمي أصابعك لعمل فتحة. ستدخلين فوهة المجفف من هذه الفتحة. اجلب الحرارة يا حبيبي، وفي وقت قصير ستصبح لديك خصل ناعمة ومصففة. واو، هذه الحيلة تعمل بالفعل. صنع الأساور أصعب مما يبدو. ربطة واحدة صغيرة أخرى هنا. لالي، يجب أن تتوقفي، لقد تأخرنا عن الحفلة. انظري لسوار الربطة المطاطية الجميل هذا. كعكة الشعر هذه تبدو حزينة قليلا يا فتاة. لحظة، دعيني أرى هذا الشيء. لماذا لا تستخدمينه لجعل شعرك أكثر استعدادا للحفلة؟ شعري تحت تصرفك يا باكية. لهذه التسريحة ابدأي بذيلي حصان صغيرين هكذا. تأكدي من ربطه بإحكام ثم اسحبي شعرك. حالما تنتهين من ذلك اربطي الخصلتين معا عند الذقن. خذي جزءا آخر من الشعر واربطيه بالخصلة المربوطة. افعلي الشيء نفسه مع الجانب الآخر. استمري باستخدام نفس الطريقة. وانتهيتي. ها؟ هل أنت جادة يا فيكي؟ على رسلك، لا تزال هناك خطوة أخيرة. رائعة جدا، صحيح؟ الآن هذه تسريحة مناسبة لحفلة. واو، يجب أن تعملي كمصففة شعر يا فيكي. وربحت بجدارة سوار الصداقة. أوه، هذا لطف منك، لكن سنتأخر عن الحفلة. يوم آخر وحصة دراسية أخرى. هل أنا محقة؟ هل أتوهم أم أن هذين الحقيبتين متطابقتان تماماً؟ أوه، لم أكن سأشتريها لو علمت أن شخصاً آخراً في المدرسة سيختارها أيضاً. حقيبة ظهر غبية. لابد أن هاتين الفتاتين تتسوقان من نفس محل القرطاسية أيضاً. يقال إن التقليد أعلى درجات الإطراء. ألم تلاحظي أني قصصت الشعر مثل شعرك تماماً؟ طفح الكيل، لن أتحمل هذا. قد لا أتمكن من شراء حقيبة ظهر جديدة، لكن يمكنني تغيير شعري على الأقل لهذا اليوم. اربطي شعرك في ذيل حصان، ثم خذي خصلا صغيرة ولفيها حول مكواة تجعيد. انتظري لعشر ثوان تقريبا، وفي وقت قصير ستحصلين على خصل مموجة رائعة. ما رأيك بهذا التغيير السريع؟ تبدين مذهلة ومختلفة تماما عن مظهرك السابق يا لانا. حسنا، لنحاول من جديد. واو، يبدو شعرك رائعاً. كيف فعلت ذلك بسرعة؟ كما تعلمين، خصلة من هنا وخصلة من هنا. تعرف كل فتاة ذكية أن التغيير السريع للشعر قد يجعلك تشعرين كامرأة جديدة تماماً. هل تتمنين لو كانت خصل شعرك طويلة وفاتنة مثل لانا؟ صوفيا، أنت تجلسين على شعري. أوف، في حين أن الشعر الطويل قد يبدو رائعاً، لكنه قد يعيق أبسط الأمور، مثل ارتداء حقيبة ظهرك مثلاً. لقد طفح الكيل. أعتقد أن الوقت قد حان أخيراً للتخلص من هذا الشعر للأبد. لانا، لا! لا أستطيع أن أصدق أنك أوشكت على قص شعرك الجميل. أعلم أنك تريدين القيام بذلك، لكن لا يمكنني السماح لك بقص كنزك اللامع. لحظة، هل هذه ربطة على لبسك؟ هل يمكنني استعارتها لدقيقة؟ إن كان شعرك الطويل يصعب حياتك، فجربي هذه الحيلة المغيرة للمظهر. أولاً، ضعي الربطة حول عنقك ولفيها للخلف حول شعرك المفكوك. اربطيها الآن واسحبيها ببطء للأسفل حوالي 3/4 طول شعرك. بمجرد أن تصبح الربطة مشدودة، ارفعيها حتى يمكنك دس الطرف تحت بقية شعرك. بعد ذلك اربطيها على شكل فيونكة على رأسك، وفجأة سيصبح لديك قصة شعر جديدة وقصيرة دون أن تلمسي المقص. لانا تبدو مذهلة بالتأكيد.
لانا لا أصدق جمال شكل شعرك الجديد. لماذا تذهبين إلى صالون مكلف عندما تستطيعين تجديد مظهرك بوشاح بسيط؟ أخيراً سأرتاح هذه الليلة، ليس هناك ما أفعله. ترى من على الباب؟ يا إلهي، لقد نسيت موعدي اليوم. شعري لا يزال مبللاً. أرجوك يا شعري تأدب. لقد نفذت مني الصودا. لدي فكرة. شكراً. هذا الكوب على وشك أن ينقذ يومك. شعرك مبلل؟ جربي هذه الحيلة لتصفيف شعرك. بكوب على رأسك، خذي خصلات من شعرك وأديريها الواحدة تلو الأخرى حول الكوب بهذا الشكل. لا تنسي مشابك الشعر. شدي خصلات شعرك إلى الأسفل كي تبقى في مكانها. واصلي. أخيراً انتهيت من جمع شعرك إلى فوق. لا تنسي تلك الخصلة الأخيرة. وأخيراً وليس آخراً، أحضري مجفف الشعر. هل جف شعرك بالكامل؟ حان الوقت لنزع الكوب. انظري كيف تنسدل خصلة شعرها المموجة بشكل مثالي. واو، متى تحولت إيمي إلى عارضة أزياء؟ يا فتاة، أصبحت الآن جاهزة للموعد الغرامي. واو، كيف تمكنت من تصفيف شعرك بهذا الشكل؟ لقد قمت بحيلة بسيطة. تبدين رائعة. أعلم. هل ذهبنا إلى العشاء؟